بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بتوجيهات من أعضاء مجلس الإدارة ومواصلة لبرامج التوعية والتثقيف الصحي، تقدم لكم جمعية السكري السعودية الخيرية فرع المدينة المنورة محاضرة بعنوان أطفال السكري والمدرسة والسكري وفترة البلوغ، إلقاء سعادة الدكتور بشير حماد الناعم علي استشاري الأطفال والغدد الصماء والسكري ودكتوراه طب الأطفال مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة. ويشرفنا حضوركم جميعا والحضور المتميز لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن سعد الحميدي. المحاضرة حتكون كالآتي: إلقاء الدكتور للمحاضرة 45 دقيقة، ثاني شيء محور الأسئلة، أكتبوا الأسئلة والاستفسارات في مكان الشات أو مكان الأسئلة وحيجاوب عليها الدكتور كلها جميع في آخر المحاضرة إن شاء الله. تنويه بخصوص الشهادات، سوف يتم إرسال رابط الشهادة بعد نهاية المحاضرة لتسجيل البيانات، ويتم إرسال الشهادة خلال أسبوع أو أقل إن شاء الله على البريد الإلكتروني المسجل بالرابط، مع العلم أن تكلفة رسوم الشهادة 50 ريال، والشهادة مجانا إلى أعضاء الجمعية، أما الغير أعضاء يتوجب إرسال الرسوم 50 ريال على حساب الراجحي الموجود على الإعلان والاحتفاظ بصورة التحويل وإرسالها على الإيميل الرسمي للجمعية وأيضا موجود على صورة الإعلان، وحرسل لكم في الشات إن شاء الله على آخر المحاضرة رابط التحضير للشهادة والحساب الراجحي للجمعية والإيميل الرسمي للجمعية إن شاء الله. وحياكم الله جميعا، وحياك الله دكتور بشير، شرفنا حضورك اليوم معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بجد أنا سعيد جدا للإطلال للمرة الثانية في برنامج جمعية السكري فرع المدينة المنورة التثقيفي، فنرحب بجميع الحضور ونخص بالذكر سعادة رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء جمعية السكر فرع المدينة المنورة، ونرحب بأسر أطفال السكر وأبطال السكر، أنا متأكد في جزء من الأبطال موجودين معنا، ونرحب بجميع الحضور الذين يشاهدوننا الآن، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المحاضرة لتقديم بعض النصائح التي قد تساعد أطفالنا وتساعدنا جميعا في اجتياز فترة المدرسة وفترة البلوغ من دون حدوث أي مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. طيب نبدأ بالحالة الأولى، عمار ذو 11 سنة مصاب بالسكري منذ عمر 7، جرعاته كالآتي: يتعاطى المنظم اللي هو اللانتوس 15 وحدة في المساء، ويتعاطى فطور 5 والغداء 7 وحدات والعشاء 6 وحدات. كان سكر عمار منتظما، لكن الآن جميع القراءات مرتفعة، فنصحت الأم من قبل الطبيب المعالج بتجنب الحقن في الأماكن المنتفخة، لكن ذلك لم يحدث تغييرا في معدلات السكر. وقد لاحظت أمه أنه أصبح مزاجياً متقلب المزاج ولا يتقبل النصح ولا يسمع كلامها، مع تغير في نمط النوم والأكل. هذه المعطيات، فما هو التشخيص لهذه الحالة؟ وما هو التدخل المناسب لمثل هذه الحالات؟ إن شاء الله سوف نجيب على هذا السؤال بنهاية الجزء الأول من المحاضرة. افتكر السلايد دي او الاشياء هذه السلايد ممكن تعرض لنا التشخيص. ما هو التشخيص؟ شخص يبرز في عضلاته جالس امام المراه. طيب البلوغ او المراهقه، ماذا يعني البلوغ؟ هو سن، هو فتره مؤقته، او هو سن الانتقال من الطفوله الى الشباب، وهي مرحله طبيعيه من حياه كل انسان، وتحدث فيها تغيرات جسميه ونفسيه. تغيرات جسمية ونفسية، هذه التغيرات الجسمية والنفسية عادة كنتاج لإفراز بعض الهرمونات في الجسم، فيبدأ الجسم في هذه المرحلة بإفراز أنواع معينة من الهرمونات، وهذه الهرمونات لها تأثيراتها الجسمية والنفسية. البلوغ عادة عند الإناث يبدأ بين السنة 8 إلى السنة 13، بمعنى إذا كان البنت ظهرت عليها علامات بلوغ قبل 8 يعتبر هذا بلوغ مبكر، وإذا البنت بلغت 13 من عمرها ولم تظهر عليها أعراض البلوغ هذا تأخر في البلوغ. عند الذكور يبدأ البلوغ من 9 إلى 14، يبقى معناها إذا تأخرت أعراض البلوغ بعد ما الولد تم 14 سنة ده يعتبر تأخر في البلوغ،
وإذا ظهرت الأعراض قبل التاسعة يعتبر بلوغ مبكر. طيب نشوف مع بعض ما هي العلامات، ما هي مظاهر البلوغ عند الأناس. بروز الثديين، ودي نقطة مهمة جدا، جزء كبير جدا من الأهل بيفتكروا أن البلوغ هو نزول الدم أو حدوث الحيض. لا، أول شيء في البلوغ بالنسبة للأناث هو بروز الثديين، وبروز الثديين هو ظهور حاجة كده زي حبة في مكان الثدي، وتبدأ بنت تشكي منها أنه في ألم. فدي أول عرض من أعراض البلوغ، أول علامة من علامات البلوغ. بعد ذاك الزيادة في الطول والوزن بشكل ملحوظ، ظهور الشعر في بعض المناطق الجسم، وحدوث الحوض الحيض كآخر شيء في مراحل البلوغ، وهي المرحلة قبل الأخيرة. طيب مظاهر البلوغ لدى الذكور هي نمو الأعضاء التناسلية، يعني نمو الأعضاء التناسلية هي أول عرض للبلوغ، تغيرات الصوت، بعد ذاك نمو الشعر، زيادة الطول والوزن، مع بعض طبعا التغيرات السلوكية الملاحظة في كل الأطفال في فترة البلوغ. طيب يبقى السؤال المهم بالنسبة لنا، ما هو تأثير فترة البلوغ على السكر؟ النقطة الأساسية جدا اللي حابين نوصلها أنه زي ما قلنا في البداية هنالك إفراز لهرمونات مختلفة، هذه الهرمونات تعاكس عمل الأنسولين، بمعنى أنها تقلل من فعالية الأنسولين. فعليه أنت تلقى الطفل حقك كان بياخد على جرعة محددة، فجأة الطفل ما في شيء يتغير في الطفل، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحسها أنها تغيرت أنه نفس الجرعة دي هي ما عادت تنظم السكر، السبب هو إفراز هذه الهرمونات. طيب النقطة الثانية، في بعض التغيرات السلوكية المصاحبة لفترة البلوغ، من ضمنها عدم الانتظام في أخذ الجرعات، ده سلوك متكرر وشايع جدا في الأطفال في فترة البلوغ، في البنات في الأناث وفي الذكور، عدم الانتظام في أخذ الجرعات، ما بيأخذ الجرعات بانتظام، عدم الانتظام في الأكل، ما في نمط، بتبقى الحياة ما عندها نمط، ما في نمط في الأكل، ممكن ياكل فطور، ممكن ما يتغدى، ممكن ياكل الليل فقط، بالنهار ما ياكل، ممكن ما ياكل مع الناس في مع الاسره في السفره. النوم النمط بيتغير، بيبقى عنده ما في نمط للنوم، ينوم بالنهار، ينوم بالليل، ينوم في اوقات. الرياضه ما في نمط، بتحس بانه الحياه بقت كده فيها عشوائيه، وده جزء من التطور بتاع الطفل ده، يعني هو بيحاول بيتغلب على الـ على الـ على الاشياء الجديده الحادثه في حياته. بعض الأطفال قد لا سمح الله تصحبهم بعض الاضطرابات النفسية، وهذه مهمة جدا، لأن الدراسة بيّنت نسبة كبيرة جدا من الأطفال المصابين بالسكر قد تصيبهم بعض الاضطرابات النفسية، وهذه من ضمنها الاكتئاب، وتصل الاكتئاب ممكن تصل النسبة في الأطفال المصابين بالسكر 12% أو أكثر من 12%، بعض الدراسات تصل لحد 20%، ودي مهمة جدا يا جماعة النقطة دي، لأنه عند حدوث الطفل خلاص بيبقى مكتئب، يرفض الجرعات، يرفض، وده محتاج تكلم الطبيب المعالج، والطبيب المعالج قد يحتاج يستشير الاستشاري بتاع الأمراض النفسية. اضطرابات الأكل جماعة، اضطرابات الأكل ده هي هو اضطراب نفسي، تحس أنه الطفل فجأة بقى عنده اضطراب في الأكل، بمعنى أنه يأكل الأشياء الممنوعة فقط، بس اللي أنت بتقول له ما تأكله ده هو بيأكله. الحاجة الثانية حب المغامرة والاكتشاف، حب المغامرة والاكتشاف هو جزء من التطور، جزء من المرحلة دي. حب المغامرة في يقول لك يا اخي ما اخذ الانسولين كده، شو اللي بيحصل؟ شنو يعني لو ما اخذت الانسولين؟ يعني السكر بيرتفع، يعني شو لو السكر ارتفع؟ لا، هاخذ جرعه اضافيه زياده. طيب هل هيحصل شنو؟ هيحصل انخفاض كده، اشوف نفسي انا بقدر اتحكم في الانخفاض، هل بتظهر لي الاعراض ولا ما بتظهر؟ فده جزء من السلوك المصاحب لهذه الفتره. الخوف من زياده الوزن، ودي دائما بنلاحظها في البنات دائما بيكون حريصات جدا في فتره البلوغ، لانه هي فتره عاده بيحصل فيها زياده وزن، تحاول تتجنب انها ما تاكل قليل تاخذ الجرعه يحصل لها انخفاض، تاكل قليل عشان وزنها ما يزيد، تاكل قليل ما تاخذ انسولين عشان وزنها ما يزيد. فدي واحده من المشاكل اللي بتحصل. طيب الدوافع، ما هي الدوافع؟ ليه بيعملوا كده الاطفال في العمر ده؟ ليه الاطفال في هذه المرحله بيتصرفوا بهذه الطريقه الغريبه؟ هو جزء من تكوين الشخصية، الرغبة في الاستغلال بشخصيته، أول حاجة يكون هو عنده شخصية منفصلة، بيتصرف هو حسب الحاجة اللي بتروغ له في مزاجه، تقليد يحاول يقلد أغرانه وأصحابه، مع المزاجة دي مهمة جدا بالنسبة له، هو عنده أصحاب بيطلع لهم بيلاقيهم في الشارع، أو البنت عندها صاحبات اللي هي بنات عمها بنات خالاتها كده، بيجلسوا مع بعض بيتقابلوا
ديل هي محتاج هو أو هي محتاجين يحسوا نفسهم وسط هؤلاء الأغران أنهم مثلهم ما أقل منهم. يعني ما دارين يدون إحساس بأنه والله السكر ده مأثر عليهم وبخليهم هون أقل من أغرانهم. فمحاولة أنه يتشبهوا بأغرانهم الحاجة دي قد تتعارض مع الروتين بتاع ضبط السكر وكده وحيحصل الفشل اللي بيحصل. المغامرة والاكتشاف زي ما قلنا هو واحد من الدوافع بتاع السلوك الغريب اللي بيحصل في الفترة دي. الخصوصية، الخصوصية دي يا جماعة مهمة جدا جدا. هؤلاء الأطفال في هذه المرحلة العمرية عايزين الحاجة اللي بتخصهم. يعني نقصد شنو بالخصوصية؟ هو بيبحث عن الخصوصية. هو لما يخطأ يعمل أي خطأ ما يأخذ الجرعة، ما تجي تتكلم معه قدام أخوانه أو أخواته، أو ما تتكلم معها قدام أخوانها وأخوات الصغار والكبار. لا، هو عنده كينونة حقته، سوقه أو سوقيها وأجلسه معها في الغرفة أو في غرفته الخاصة أو في مكان بعيد. يا أخي أنت قبيل ما أخذت الجرعة أو ما أخذت الجرعة بتاعت الأنسولين حقة الغداء وملاحظ أن السكر السي قبل العشاء مرتفع، ما تتكلم معاه قدام أقرانه، ما تتكلم معاه قدام أشقاه الصغار ولا الكبار، ما تتكلم معاها في أي خطأ أي خطأ يحدث، ما تتكلم في هذا الخطأ أمام الناس. المسألة دي غير مقبولة تماما، ما مقبولة خالص. إذا سمع منك ما حينفذ اللي أنت بتقوله له. دي حاجة معروفة جدا. عدم التفكير في المستقبل، مرات كثيرة تحس بأنه الدكتور والأم والأب والمثقفة بتاعت السكر تتكلم معاه، يا أخي لازم تنظم السكر، والسكر ده لو ما نظمته تحصل لك مضاعفات، وبعدين ما يقول لا قدر الله يحصل لك مشكلة في عيونك ويحصل لك مشكلة في النظر والكلى. المسألة دي ما عندها أي قيمة بالنسبة له في الوقت الراهن خالص، ولا بيشتغل بكلامه، ما عندها قيمة بالنسبة له. هو الآن الحاجة بتهمه أنه هو داري يستكشف، أنه هو داري يعيش حياته بشكل زيه زي أقرانه التانيين، أنه هو عايز يحس بأنه هو الله عنده غراره، عنده شخصيته، ما همه الموضوع ده، ما 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 عنده قيمة كبيرة بالنسبة له. طيب نجي للنقطة المهمة جدا، كيف نتعامل مع هذه المرحلة؟ يا جماعة هذه المرحلة هي عبارة عن development، تطور في شخصية الطفل أو الطفلة. وعليه من شب على شيء شاب عليه. أنت إذا ما بديت الإعداد والتجهيز لها مبكرا ما ممكن تجي تقول لي والله ولدي عمره 13 سنة وسكر له 7 سنوات والآن بيصبح ما بسمع كلامي وما بقول لي وبقول له أخذ الجرعة ما بياخذ الجرعة. لا، صنط الحاجة دي لازم تبدأ الإعداد لها مبكر من بدري جدا. الأطفال اللي عندهم سكر دي الأذكياء جدا ومقدراتهم الذهنية عالية جدا، من بدري جدا عودوا وعلموا أنه والله تتناقش معاه في الحاجات اللي بتخصه، عودوا بأنه والله لما نعمل حاجة كويسة بيشجع عليها، عودوا بأنه بيتحمل جزء من المسؤوليات حق التصرفاته، علموا هيئوا لهذه المرحلة أنه حتجي المرحلة دي إذا أنت ما هيأت من أول ما حيسمع كلامك. الآن يجب الإعداد والتجهيز لهذه المرحلة مبكرا، يعني نبدأ في تهيئ أطفالنا لهذه المرحلة، تفهم احتياجات هذه المرحلة. يا جماعة المرحلة دي عندها خصوصياتها وعندها احتياجات المختلفة، احتياجات بالنسبة لنا نحن كأطباء أنا بتعامل مع شخص الآن مختلف عن الشخص الأول. وزي ما أنتم بتشوفوا في العيادة أن إحنا الأطفال الصغار لما نيجوا نتكلم مع أبهاتهم وأمهاتهم أكثر، لكن لما يبقوا كبار نتكلم مع الطفل لأنه الكلام مع أمه وأبوه ما مجدي إذا كان أصلاً هو ما مقتنع، فلازم نتكلم مع الطفل. يبقى معناها نحن لازم ليه بنتكلم معاه؟ لانه هو في المرحله دي يحس انه هو شخص ومسؤول وعنده كينونه، فعشان كده لازم نفهم احتياجات هذه المرحله جيدا، لازم ان نفهم احتياجات هذه المرحله جيدا. طيب النقطه المهمه جدا 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 يا جماعه، اول ما تبدا مرحله البلوغ الحوجه بتاعت الانسولين بتزيد. كيف الاطفال قبل فتره البلوغ اقصى كمية بتاعت الأنسولين يحتاجوها اللي هي واحدة لكل كيلو من وزنه. ماذا نعني بهذا الكلام؟ يعني لو طفل وزنه 20 كيلو وهو لسه ما دخل البلوغ، أقصى كمية أنسولين قد يحتاجها في اليوم 20 وحدة، اللي هو واحدة لكل كيلو، ده أقصى حاجة ممكن يحتاج أقل من كده. لكن لما تجي فترة البلوغ، وزي ما قلنا قبل أنه فيه هرمونات بتفرز وبتعاكس مفعول الأنسولين، بتقلل مفعول الأنسولين، فبالتالي أن إحنا محتاجين نزود الجرعة. وقد نجد بعض الأطفال في هذه المرحلة قد يحتاج
إلى 2 وحدة للكيلو الواحد، يعني من وحدة لوحدتين للكيلو الواحد. يبقى زيادة جرعة الأنسولين، أنا مع أول ما أحس أن السكر ده ما منتظم، زي ما تكلمنا زمان في انتظام السكر، أنه نحن بنفكر والله وين المشكلة؟ المشكلة والله هل الأماكن بتاعت الحقن منتفخة؟ الإجابة لا، والله أماكن الحقن ما منتفخة. هل الطفل بياخد الجرعات؟ نعم والله بياخد الجرعات. طيب هل في تغير في الأكل؟ لا ما في تغير في الأكل. يبقى السبب وين؟ أنه الأنسولين ما كافي، نقدر نزود الأنسولين. تمام؟ طيب في ناس كتار أنا عارفهم بخافوا من زيادة الأنسولين، يقول لك يا دكتور الأنسولين ده ما بأثر على الكلى، الأنسولين ده ما بأثر على الكبد. الإجابة لا، الأنسولين في حدود الجرعة المطلوبة لا تأثير له على الكلى ولا تأثير له على الكبد. لكن في نقطة مهمة، ما ممكن يكون الطفل بيأكل اليوم كله ويأكل أشياء فيها سكر عالي وترفع سكره وندي جرعة تصحيحية ونزود في الأنسولين، حيسمن، حجيه سمنة. يبقى معناه جات السمنة ما لأنه الأنسولين، لا، لأنه هو بيأكل أكثر من المطلوب وبالتالي أخذ جرعات أكثر من المطلوب. طيب مراقبته ومساعدته في أخذ الجرعات، ما تتحمل مسؤوليته، ما تقوم لا بالدور حقه يا سعادتك ويا سعادتك، لا تقومين بدوره ولا بدورها، راقبيه فقط، فقط مراقبة. أخذ الجرعة، الغداء جاء، جهز الجرعة حقتك، ما شاء الله عليك، المنظم ده الدكتور قال لو أخذنا طلعنا من الثلاجة وحقناه بيعمل ألم، عشان كده طلع جرعتك، الغداء باقي له زي ساعتين، خلي القلم برا في منطقة فيها درجة الحرارة معقولة. طيب جزا من الغداء، خطيته الغداء، الناس جلست، يا محمد أخذت الجرعة حقتك، الله والله نسيتها، طيب خلاص خذ الجرعة، أخذ الجرعة، يا سلام عليك، أيوة تمام، ساعده وراغبه في أخذ الجرعات، ما تديه أنت، خلاص هو بقى كبير، الكبير ما تديه أنت، ما تتحمل مسؤوليته، ما تعمل الأشياء اللي هو بيعملها، ما تسلب شخصيته، ما حينضبط معك السكر. عدم فرض الوصاية أو إعطاء الأوامر والنواهي، المرحلة دي ما بينفع معاها تفرض عليه الوصاية حقتك ولا تديه أوامر ونواهي، ما بينفع، ما حتلقى السكر انضبط، حيتمرد عليك زيادة، حيتمرد عليك زيادة، تفرض أعمل كده، أخذ كده، لا ما تأخذ السكر، لا ما تشرب، أنت ما بتأخذ الجرعة مالك، أنت الدكتور ما قال لك، أنت بتاع من عيونك، لا، بالطريقة دي هو ما حيسمع كلامك، ما حيسمع كلامك خالص. طيب أكسبه الثقة في نفسي، أدي ثقة في نفسه، خليه يعمل حاجاته، أعطيه مسؤولية، حمل المسؤولية، يأخذ جرعاتك، لا ما بيأخذها، طيب خلاص لو هو أخذ الجرعات شجع عليها، دعمه، دعه يشارك في حل المشكلة. طيب كيف؟ مثلا مشيت الدكتور العيادة المحولة المقابلة التراكمي طلع 12، ما تقوم أنا ما قلت لك وإنت ما بتسمع الكلام وما بتأخذ الجرعة والدكتور ما كلمك وقال لك ما تحكم في الأماكن المتنفخة، أنت تحكم في الأماكن المنتفخة وما بتسمع الكلام وما قاعد تأخذ الجرعة وبتأكل وبتمشي المقصف وبتشرب العصيرات لا 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 لا، كده ما بتتحل المشكلة، كده يا سعادتك ما هتحل المشكلة، كده هتأزم المشكلة. طيب إيش أسوي؟ تمام، التراكم مرتفع صح؟ الليلة مشينا الجبال العيادة زي ما شايف التراكم مرتفع. طيب انت يا سعادتك او يا سعادتك، يا ابني او يا بنتي، التراكم مرتفع وانت عارفة ما شاء الله عليك، وزي ما قال الدكتور انت شطار واذكياء وفاهمين ان التراكم حقك مرتفع، وعارف ان التراكم ده المرتفع اول حاجة بيخلي تركيزك في المدرسة قليل، تمام؟ ما بخليك لما تمشي تطلع مع اصحابك تلعب تكمل التمرين بتاعك بالنسبة للاولاد، تمام؟ قد يأثر بعدين على يحدث لك بعض المضاعفات. طيب كيف أن إحنا ننقص التراكم؟ أنت رأيك كده، دينا مقترحات حل ننقص التراكم كيف؟ أو في رأيك أنت السبب شنو أنه التراكم بتاعك مرتفع؟ التراكم بتاعي مرتفع والله، أيوة صح، لأنه أنا مرات جرعة الغداء ما بأخذها، ومرات أخذ المنظمة المساء ما أخذ جرعة العشاء، أوكي تمام. طيب أنا كده مبسوط جدا لأنك أنت حددت واحدة من المشاكل زادت التراكمي. طيب في رأيك تاني في مشكلة؟ أي في مشكلة، وين المشكلة الثانية؟ المشكلة الثانية أنا بشرب عصيرات كثير، ففي الغالب العصيرات دي بترفع السكر وهي مسببة زيادة حقت التراكمي. طيب ما شاء الله عليك، أيوة أنا ما عارفك، أنت مقدراتك الذهنية ممتازة وبتعرف تحلل يعني تخط الأسباب عشان تخط لها حلول. طيب تاني، والله أنا صح مرات كثيره لما انت ما تكوني معي او ما تكون انت معي انا بحقن الجرعه حقتي في الاماكن المنتفخه،
طيب ممتاز، ما شاء الله عليك، انت كده قطيت الاسباب بتاعت التراكم واضحه بالنسبه لك. طيب انت خطتك شنو؟ ما هي او خطتك شنو؟ ما هي الخطه؟ كيف المشاكل اللي قلتها دي كيف نحن نقدر نتغلب عليها؟ خلاص انا من اليوم العصيرات دي حوقفها، يعني ممكن مره في الاسبوع. الاماكن المنتفخه دي ثاني ما حدوق فيها خالص. طيب ممتاز، والجرعه بتاعتي انا حاحرص عليها اني اخذ الجرعات. طيب دورك انت هنا المدح والتشجيع، يا جماعه امدحوا، ما شاء الله عليك شاطر، ما شاء الله عليك فاهم، ما شاء الله عليك، انا والله مبسوط من طريقه تحليلك للمشكله حقتك وتحديد الاسباب وايجاد الحلول، ما شاء الله عليك، يعني بجد زي ما قال الدكتور انه اطفال السكري ديل رهيبين. طيب مدح وتشجيع، مدح ما تقول لي هو كبير، الكبير اي حد بيحب المدح، ما في حد في الدنيا دي ما بيحب المدح. مدح وتشجيع، امدح وشجع، شجع اذا عمل حاجه كويسه، شجعه اذا عمل حاجه كويسه، لا توبخه اذا عمل حاجه سيئه. التدرج في الاهداف والتشجيع على اقل ما يحقق منها. كيف؟ قبل ختينا ثلاثه اسباب، خلى العصيرات وبقى ياخذ كل الجرعات، لكن مرات بياخذ في الاماكن فيها انتفاخ. ما انت ليه ما بتاخذ؟ لا، الحاجات اللي عملها كويسه بس ركز عليها، ركز عليها هي، شجعوا عليها، غض الطرف عن قصه غض الطرف عنها كويس، ابرزها مره مره. الحته المنتفخه دي زي ما قال الدكتور الغريبه، قال الدكتور المره الفاتت الاماكن المنتفخه دي لو ادينا فيها بتحصل حاجتين، الحاجه الاولى ان الامتصاص ما بكون في وقته او بيتاخر، الحاجه الثانيه لا قدر الله لان هي عباره عن دهون، تجمع بتاع دهون ما فيه اعصاب وما فيه اورده. الدكتور بيقول انه الحاجه دي ممكن تؤدي بعدين ممكن تؤدي يحصل فيها التهاب وخراج لا سمح الله وكده، فعشان كده حقه نتجنبها. كده انت جرب الليله ما تدق فيها وشوف السكر كيف، في الغالب قد نحتاج ننقص الجرعه لانه السكر حينضرب. هذه هي الطريقه والتدرج في الاهداف، التشجيع على اقل ما يحقق من هذه الاهداف، المدح والثناء، المدح امدحوهما. طيب انا خطيت الشريحه دي، خطيت الكلام ده لانه الان بنتكلم عن المراهقه، وزي ما قلنا المراهقه دي هي الفتره بتاع 12 13 14، والان نحن في مستشفى الولاده والاطفال بقينا ملزمين انه الاطفال اللي عمرهم 14 سنه لازم نحولهم، السيستم ما بيقبل انه ندخلهم. ففي نقطه مهمه جدا، اطفال ده كان بيتابعوا مع دكتور فلان سي دكتور بشير الفتره اللي فاتت دي كلها وبيتعامل معاهم بطريقه معينه وكده، هم قاموا مشوا حولناهم مركز السكر. احتمال كبير لو مشى مركز السكر ما لقى نفس البرنامج اللي كان بيلقى في الولاده والاطفال ثاني ما يمشي، او لو شاف الناس الثانيين الشكل الكبار عندهم مشاكل ثانيه ما يمشي. فضروري جدا يا جماعه المتابعه، ضروره المتابعه بعياده السكر الكبار بعد عمر 14 سنه وتشجيعهم على التاقلم على الوضع الجديد. لا انت الان صرت كبير، انت صرت كبيره، لازم العنايه حقتك تنتقل للمستشفى ديك وديل المستشفى بتاعت اطفال صغار، ولا ان شاء الله نحن باذن الله الامور هنا حتمشي كويس. فهمت علي؟ لازم نشجعهم ولازم نتاكد من انه مش المتابعه، لانه الدراسه بينت انه الاطفال لما يتحولوا من مستشفى الاطفال لمستشفى بتاعت الكبار جزء كبير منهم بيفقد المتابعه وبيتسبب في مضاعفات، ودي دائما اتخيل المشكله دي في الفتره بتاعت المراهقه طوال بتحصل مشكله. طيب الحاجه دي بتاعت علم النفس، انماط الاباء والامهات في التعامل، انماط الاباء والامهات في تعامل الاباء والامهات في التعامل مع الو دكتور. وعليكم السلام.
أيوة الصوت قطع وال طيب الآن كده كده الصوت واضح؟ كده واضح، بس السكرين حق المحاضرة غير موجود. طيب الآن دقيقة واحدة بس، البرزنتيشن غير موجود. طيب أيوة كده ظهر كده تمام؟ كده تمام. أيوة واصل، تفضل. أوكي طيب، قلنا يا جماعة نرجع للإسلايد اللي قبلها. اختفى العرض يا دكتور. دقيقة واحدة بس. طيب كده؟ لا كده ما تمام؟ ظهر. لا ما ظهر. ايوه كده ظهر. العرض ظاهر واضح؟ ايوه. طيب نرجع للنقطة اللي كنا دارين نتكلم عنها، أنه أنماط الآباء والأمهات في التعامل مع الأبناء. في أنماط محددة أو سلوكيات محددة من يعني تصدر من الآباء والأمهات، هي معززة ومشجعة ومحفزة للأطفال أنه يتجاوزوا فترة المراهقة من غير ما تحصل لهم مشاكل في السكر. وفي بعض الأنماط أو السلوكيات لا، العكس، قد تؤدي إلى عدم انتظام السكر وتمرد الأطفال المراهقين. طيب الأنماط البالون الجرين الأخضر ده هي أفضل الأنماط. طيب في نوع من الأبوة اسمها الأبوة الموسوغة، دي إيش نعني بالأبوة الموسوغة؟ الأسرة هنا بتضع وضع القواعد التأديبية الواضحة، ويتم توضيح الأسباب الكامنة وراءها. ما عايزين يا جماعة ناكل من برا كل يوم، نطلب أكل من برا لأنه الأكل من برا فيه مشاكل، زيوت كثيرة، دهون كثيرة، قد تؤدي إلى زيادة الوزن، خلل في ضبط السكر، ما منصح بها من الأطباء، مش لك أنت عندك سكر، لكل الأطفال. يبقى معناها يعني تكلمنا عن تسلوك، أنه والله ما عايزين أكل من برا كل يوم لأنه ده عنده، والأسباب شنو؟ نوضح الأسباب. ما عايزين نشرب كل يوم عصيرات، لا، ناكل فاكهة أفضل من نشرب العصير لأنه العصير سكر ويزيد الوزن وكده. تمام، ما محتاجين نمشي كل يوم البقاله جنبنا عشان نجيب منها اشياء، لانه دي في النهايه ما عندها قيمه غذائيه. ما عايزين ناكل كل يوم كيبس، ليه؟ لان كده اي شيء اي حاجه تمنعها لازم توضح الاسباب. ليه؟ اخذ الجرعه، ليه ناخذ الجرعه؟ لانه هو عايز يفهم ليه بياخذ الجرعه. اخذ الجرعه لانه والله الجرعه دي لو اخذتها سكر منتظم، تركيزك في المدرسه يكون كويس، تقدر تلعب التمرين مع زملائك، بالنسبه للاولاد، بالنسبه للبنات، انه والله حتنمو كويس زي اغرانك وكذا، وما حيكون في فرق بينك وبين الناس الثانيين، في الطريق ما في حد حيعرف انه عندك سكر. الحرص على التواصل الفعال وبقدر مناسب لمستوى فهم عمر الطفل. دي الابوه الموسوغه، هي تقدر تتواصل مع الطفل، الطفل ده اطفال السكر دي اذكياء جدا جدا جدا، فلازم تتواصل معاه على حسب الفئه العمريه حقته. استراتيجيات انضباط ايجابيه لتعزيز السلوك الجيد، اي سلوك جيد يعمله لازم تعززه. قاس السكر، شجعه على انه قاس السكر كويس، اخذ الجرعه، شجعه على انه اخذ الجرعه. انا مبسوط انك انت مهتم بالسكر حقك، وصح ان احنا مرات نكون مشغولين لكن انت بتذكرنا لا نقيس السكر ونعمل كده. تمام، استثمار الوقت والطاقه في منع مشاكل السلوك قبل ان تبدا، ما ننتظر الحاجه لحد ما تحصل حموضه بعد ذاك نقول له شفت لانك انت ما اخذتها، ما قاعد تاخذ الجرعه حقتك حصل لك الحموضه. لا، نتكلم انه والله عدم اخذ الجرعه ده ارفع السكر، الحموضه بتحصل وحنضطر ندخل المستشفى وناخذ وقت في المستشفى ونغيب من المدرسه وكذا. يبقى لازم انت تاخذ وقت في انك تمنع السلوك، الانخفاض عشان ما يحصل لا، لازم ان احنا بعد ناخذ الجرعه ناكل، مهم جدا. يبقى استثمار وقتنا كله، استثمار الوقت والطاقه في منع مشاكل السلوك قبل ان تبدا، تقديم الرعاية المطلوبة، التحفيز على انتهاج السلوكيات الإيجابية. الآباء اللي بيعملوا كده النتيجة أنه الطفل يكون يميل الطفل أن يكونوا سعداء وناجحين، أكثر احتمالا ليكونوا جيدين في اتخاذ القرارات وتقييم مخاطر السلامة بأنفسهم، على الغالب يصبحون بالغين مسؤولين ويشعرون بالراحة في التعبير عن آرائهم. مرات كثيرة أنا يجون أطفال في العيادة يقول لي أنت تاخذ عصير، يقول لك لا العصير ما أشربه، ليه؟ لأنه بيرفع السكر حقي. كيف؟ تقييم مخاطر السلامة. لا، انا لازم اكل عشان ما ينخفض عليه السكر. النمط الاستغلالي
وده برضو نمط جيد، يعرف بمدى تشجيع الآباء للطفل في معالجونه الخاصة، شجعه عشان يعالج مشكلته وفي تحقيق ذاته دون الاعتماد على الآخرين، ما تخليه يعتمد على الآخرين، وهذا النمط ينمي شخصية الطفل الاعتمادي ليصبح صاحب شخصية استغلالية مع تقدم العمر. النمط الديمقراطي بالتسامح والتقبل لأفكار وطموحات الطفل، ناقشه العقلانية في مناقشة، ناقشه قبل قلنا المناقشة لازم تتناقش معه، مش تاخذ له القوانين والإجابة على تساؤلاته. الأطفال عندهم سكر دي عندهم أسئلة كثيرة ومزعجة جدا، فلازم تديهم وقت عشان تجاوب على الأسئلة. مساعدة الطفل في حل المشكلات التي تواجهه، هذا النمط من التربية يتميز بتكوين شخصية اجتماعية وقدراته، والطفل يعرف قدراته وإمكانياته ويشعر بالطمأنينة والثقة ويحقق ذاته. الأنماط الجاهدة ما عايزينها، التسلطي فرض الأهل لآرائهم على الطفل، يشتهر هؤلاء بقولهم أنا ما قلت لك كده، أنا مش قلت لك كده، مش قلت لك ما تشرب عصير، مش قلت لك ما تحقن هنا، مش قلت لك ما تعمل كده. عندما يتصال الطفل عن الأسباب الكاملة وراء القاعدة، أنا ما قلت لك ما تمشي البغالة، إنهم غير مهتمين بالتفاوض وتركيزهم على الطاعة، لا ما حيطيعك، أكد تماما ما حيطيعك، ما لم تناقشه ما حيطيعك، ما لم تحسسه بأنه هو شخص عنده كينونة ما حيطيعك أبدا. الحماية الزايدة طبعا ده بنشوفه كثير جدا عندنا في العيادة، ويشمل غياب أحد الوالدين أو كلاهما نيابة عن الطفل بمسؤوليات التي يمكن القيام بها. أنا قاعد أشوف في العيادة يجي الأم أو الأبو، الأم والأبو يجي العيادة مثلا معاهم ولدهم أو بنتهم عمرها 13 سنة ودخلت البلوغ، إيش الوعلون سنين اللي بتاخذها؟ يرد الأم طوالي أو يرد الأبو، يقول له لا لا ادوها فرصه خليها تتكلم خلاص، بقت شخصيه كبيره. يا جماعه ما تسلبوا شخصيتها، ما تسلبوا الولد شخصيته، خليه يتكلم، خليه يسالوا القضيه دي بتخصه هو ما بتخصكم انتم. غياب الحمايه الزايده دي مشكله كبيره جدا، لانه طوالي حينتج عنها طفل بسلوك غير سوي. القلق الزايد على الاولاد الذي يحرمهم من التفاعل مع بيئتهم، لا القلق ما يكون زايد، خلي قلق موجه، حصلت مشكله وريه كيف يحل المشكله. النمط الثاني الإهمال، وده أنا متأكد ما في حد بيعمل كده، يتمثل ترك الطفل دون تشجيعه على السلوك السوي المرغوب فيه وعدم محاسبته على السلوك الشاذ. طبعا عدم محاسبته ده أنا طوالي بقولها يا جماعة، الطفل عنده سكري ده لازم ياخذ نصيبه من الأدب في البيت زي الأطفال الثانيين، وما مختلف عنهم. كونه أخطأ والخطأ ده بتسوجب عقاب أيا كان نوع العقاب، العقاب ما شرط يكون جليد، العقاب ممكن يكون حرمان من حاجة محددة، فهو لازم ياخذ نصيبه، ده ما بيرفع السكر. فتركه أن يفعل ما يريده دون توجيه ده يؤثر سلبا على الطفل. تدليل، تشجيع الطفل أن يحقق جميع رغباته بالشكل الذي يحلو له، ده برضو نحن نمط ما عايزينه. متذبذب، عدم استقرار الآباء من حيث استخدام أساليب الثواب والعقاب، وقد يحدث طيب المتذبذب ده مرات تلقى يجيك الأب والأم يقوم يقول لك والله يا دكتور أنا بحاول أمنعه من العصيرات وكذا، أبوه يجي من العمل يديه القروش يقول له أمشي البغالة، أو العكس، أو جدته أو جده، لا ما كده الموضوع ما بيزبط. هو لأنه لو حس أنه والله الأم دي بترفض له حيميل لأبوه عشان يديه، لو الأب والأم بيمنعوه حيمشي لجده عشان يديه. لازم المنظومة تكون متكاملة، ما في يكون تذبذب في القرارات. التفرقة على عدم المساواة بين الأبناء، بقى دي مشكلة تانية. يعني أديكم مثال، مرة جاءت طفلة في العيادة تنومت في المستشفى، وبعد ذاك اكتشفنا انه الطفلة دي السكر حقها بكون مرتفع طوالي وتدخل بحموضة. جلست معها وقعدت اسأل فيها وهي فترة بلوغ، يعني واحدة من الاشياء اللي قالتها انه عندها شقيقاتها ما معهم سكر في عمرها واكبر منها، امشوا جيبوا يعني في غرفتهم وخدوا الشوكولات العصيرات، يطلبوا ديليفري everything، وهي لا لا انت معك سكر ما تاخذي، انت ما تاخذي، انت عندك سكر ما تاخذي كده، لا مع كده ما ينفع، كده ما بينفع. حاجه جات البيت كل الناس ياخذوا فيها، اطفال ده ما ممنوعين، يعني عادي ممكن الليله والله الناس ما ياكل ماشي تتعشى خارج البيت كلهم يمشوا بما فيه فيه السكر، اللي عنده السكر ياكلوا خارج البيت، يا يشربوا عصير، ياكلوا حلا، اي حاجه، لانه ده ما كل يوم، ده مره في الاسبوع كل اسبوعين، وياخذ جرعه اضافيه، ما تفرق بينه وبين اغرانه،
ما تفرق بينه وبين اخوانه التانيين وشقاه. طيب ايه الاثار المترتبه على عدم انتظام السكر اثناء فتره البلوغ؟ تاخر البلوغ، يتاخر البلوغ ما بتصير عليه علامه البلوغ، وده بسبب عدم ضبط السكر، او يكون هو جاءه السكر في بدايه البلوغ والسكر ما انتظم، البلوغ ما يكتمل، عدم اكتمال البلوغ، بيت بدا عليها البلوغ نمو السدي، بعد شويه تقول لك الدوره تاخرت لانه السكر ما منتظم. قصر الغامه، كونوا قصار، ليه؟ لانه السكر ما حيخلوني ينمو. المضاعفات الممكن تحصل، طبعا الدراسه بينت انه اكثر فتره، اذا الفتره بتاعت البلوغ كان السكر فيها ما منتظم، دي اكثر فتره بتؤدي الى حدوث المضاعفات. يعني افرق انه واحد سكره ما كان ما منتظم فتره البلوغ بين واحد سكره ما منتظم لما بقى عمره 30 سنه، تفرق تماما. الفتره دي فتره حرجه جدا، عشان كده بتلاحظوا ان احنا في العياده امشي افحص العيون، افحص الكلى، كل ليه؟ لانه دي الفتره بتحصل فيها المشاكل، فضروري جدا ان احنا نبذل قصارى جهدنا عشان نضبط السكر في هذه الفتره. طيب شايفين الزعيم ده؟ الزعيم ده زعلان، زعلان وكده وصرخ ومعصب، قال لا الا اشرب عصير، الا اشرب العصير. شوف في نقطه مهمه جدا، لا تستجيب لصراخ والتعصيب وصياح الطفل، لانه لو ما تستجيب له، صرخ عصب قال لا الا اشرب، ما تديه، ممكن ادي ثاني في وقت ثاني غير السيره، لكن الان ما بديه. ليه؟ لانه حيبقى سلوك، كل مره حيعمل كده، لانه يكون عارف ان العصير ده هو ما حياخده الا يعصب الا يصرخ، لا ما تديه، ما تديه العصير، ما تدي حلا لانه هو صرخ، ولا ما حديك لانك انت صرخته. لكن في الغالب ما نمنع الاطفال من العصير، الاطفال ممكن نديهم العصير، بس العصير يا جماعه ما يكون نمط حياه، يعني ما بعد كل وجبه ياخذ الطفل عصير. الناس اللي ما عندها سكر ما قاعد تشرب كل عصير، ما عندنا السكر ما بشرب عصير كل يوم، ما في قيمه غذائيه العصير، وكل الفواكه فيها فيتامينات، فيها سكر، فيها املاح، فيها الياف، ما تشرب عصير، عصير ما عنده قيمه. طيب نختم ان احنا كلامنا عن فتره البلوغ. لا شك ان تزويد اطفالنا باحساسهم الخاص بالمسؤوليه جزء من مسؤولياتنا كاباء. وفر دائما مساحه لاطفالك للبحث عن ما ينير بصيرتهم والعثور على المكان الذي ينتمون اليه. استكشفوا، ادعمهم عند الحاجه، وتراجع عندما يحتاجون الى استغلالهم. لما هو ادعمهم عند الحاجه، لما يكونوا محتاجين لك ادعمهم، ولما تحس انه زي كان يعني ممكن هو يعملوا الحاجه ما تعملها لهم، وتراجع عندما يحتاجون الى استغلالهم. ان السماح بوجود هذه المساحه يسهر لاطفالنا اننا نحترمهم كاشخاص. ننتقل للمرحله للجزء الثاني من المحاضره. واضح الصوت؟ ايوه واضح يا دكتور. تمام، ننتقل للجزء الثاني من المحاضره. طيب الجزء الثاني جزء مهم جدا جدا، السكر والمدرسه. السكر والمدرسه، يقضي ابنائنا ما بين 6 إلى 7 ساعات في المدرسة لمدة 5 أيام في الأسبوع، يعني ما بين 30 ساعة إلى أكثر من 30 ساعة في الأسبوع، ودي فترة طويلة جدا. إذا كان في هذه الفترة السكر غير منضبط، ده يؤدي إلى المضاعفات. هل تعلم أن الطفل المصاب بالسكري هو أكثر ذكاء من أغرانه؟ هو أذكى من أغرانه، أذكى من أخوانه في البيت، أذكى من الدكتور اللي بيعالجه. طيب وعشان كده لازم يا جماعه ننمي هذا الذكاء ونستفيد من هذا الذكاء بتحمل المسؤوليه في اوقات مبكره، ونحافظ على هذا الذكاء، لانه تذبذب السكري ارتفاعا وانخفاضا يؤثر على ذكاء الطفل. الطفل المصاب بالسكري لديه الحق في التعليم كما لاغرانه دون تميز. كل شيء، يلعب كوره معاهم في المدرسه في حصه الرياضه، ما تقول له ما تلعب انت عندك سكري، ولا الكوتش بتاع المدرسه عنده الحق يقول له كده. اشارت الدراسات الحديثه ان سكر الاطفال في ازدياد، وخاصه في الاطفال الاقل من 5 سنوات. طيب هذه الزيادة تؤدي إلى زيادة عدد الطلاب المصابين بالسكر في المدارس، وعليه زيادة المسؤولية ليس فقط على الأسر، ولكن أيضا على قطاع الصحة والتعليم. فالفترة الأخيرة لاحظنا حتى عندنا هنا مثلا في المدينة أن عدد الأطفال أقل من 5 سنوات عندهم سكر في تزايد، فلا بد من تضافر الجهود لضبط معدلات السكر أثناء فترة المدرسة.
لازم، حتى لا تصبح ده شعارنا، حتى لا تصبح المدرسة سببا لحدوث مضاعفات السكر أو يصبح السكر عائقا للتحصيل الأكاديمي. هذا هو الشعار. طيب، هل تعلم أن ارتفاع السكر 70 إلى 180 ملي جرام أعلى من المعدل الطبيعي يؤدي قلة التركيز وزيادة نسبة الغياب من المدرسة؟ دي دراسة لقوا أنه الأطفال اللي بتكون معدل السكر حقهم مرتفعة أكثر من الطبيعي، لو قلنا خلاص الطبيعي من 70 إلى 180، أي ارتفاع أكثر من 180 ده يؤدي إلى قلة التركيز وزيادة نسبة الغياب من المدرسة. طيب نشوف الحالة دي. روان تدرس بالصف الخامس الابتدائي، أصيبت بالسكر قبل عام، لاحظ الطبيب في العيادة الخارجية أن معدلات السكر في الصباح جيدة ولكنها مرتفعة قبل الغداء. ما هي الأسباب المحتملة للارتفاع وكيف يمكن معالجتها؟ يا جماعة، لما نقول أن السكر ما منتظم، ماذا نعني؟ أنه ارتفاع، والارتفاع يعني السكر أكثر من 180، أو نعني الانخفاض وأقل من 70. يبقى السكر لو منخفض عدم انتظام، ولو مرتفع هو عدم انتظام، فعدم الانتظام هو الارتفاع والانخفاض. طيب، ما هي أسباب عدم انتظام السكر أثناء فترة المدرسة؟ سوري. الأنسولين، في مشكلة في الأنسولين، ما أخذ الجرعة الصباح أمه خايفة عليه أو أبوه خايف عليه انخفض السكر، ما أخذ الجرعة في فترة الحصة، في فترة الفسحة في المدرسة، ما أكل الصباح عشان كده ما أخذ الجرعة، أكل في المدرسة أشياء ما مفروض يأكلها ارتفع السكر. الرياضة، لعب الكورة مع الأطفال سكره كان مرتفع، لعب سكره كان منتظم لكن ما نقص الجرعة حقته حصل له انخفاض. ما قاعد يقيس السكر في المدرسة، ما في تواصل فعال بين بين الأسرة والمدرسة. دي كلها أسباب تؤدي إلى عدم انتظام السكر. طيب، حتى لا تصبح المدرسة سبب لحدوث مضاعفات السكر أو يصبح السكر عائقا للتحصيل الأكاديمي، ماذا نفعل؟ الطبيب، أنا كطبيب عندي دور. ما هو الدور؟ كتابة تقرير مفصل يشمل الخطة العلاجية، المضاعفات المحتملة، كيفية التعامل معها، تلفون للتواصل، تدريب أفراد المدرسة المتطوعين، في مدارس عندها متطوعين، وإن شاء الله دي الخطة حقتنا اللي بعدين حنخطها في الخطة المستقبلية. تدور الطبيب يشرح بالتفصيل للأهل، يكتب خطة علاجية موجودة يا جماعة الورقة بتاعت المدرسة في 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 مستشفى الولادة والأطفال عند مثقفة السكر موجودة في العيادة، أسألوا منها بتكون الورقة توديها للمدرسة، ضروري جدا. الأسرة دورها التواصل الفعال. ما هو التواصل الفعال؟ شيل التقرير ده، أمشي المدرسة قبل ما ولدك يمشي المدرسة، تأكد أنه المدرسة دي فيها وحدة صحية أو وحدة علاجية أو المدرسة دي بتشجع الأطفال المعاون سكر. أمشي المدرسة، قابل مدير المدرسة، وريه أنه طفلك عنده سكر، قابل مشرف الفصل، علمه أنه طفلك عنده سكر، تمام؟ لو في وحدة صحية قابل في الوحدة الصحية، أديهم رقم تلفونك، أعمل إيفالويش، أعمل تقييم مستمر لطفلك، فيه مشاكل، عنده أي مشاكل، وارفعها للطبيب المعالج. المدرسة دور شنو؟ الدعم والتشجيع والإشراف، أن هي مفروض تدعم الأطفال عندهم سكر، تشجع، مش أقول لك والله يا أخي أنا ما مسؤوليتنا وده عنده سكر وتحصل له مشاكل، لا، دعم وتشجيع وإشراف. والوحدات الصحية، مدرسة ما فيها وحدة صحية تطالب المديرية أن يوفروا لنا وحدة صحية، ووفروا لنا ممرضة، دربوا لنا يا جماعة أساتذة عشان يقدروا يتعاملوا مع الأطفال اللي عندهم السكر. مريض السكر دوره شنو في الموضوع ده؟ المساعدة في تنفيذ خطة العلاج في أولاد وبنات كبار ممكن يتحملوا مسؤوليتهم. لازم لو في أطفال الآن بيسمعوا فينا، لازم تاخذ جهازك بتاع قياس السكر، تقيس السكر حقك. أنت ما عندك مرض معدي، أنت ما مرض عندك مرض معيب، أنت شخص أكثر من عادي، أنت شخص ذكي ومبدع ورهيب، وحتكون أحسن من أقرانك التانيين في الفصل، ما تحس بالدونية، أنت ما أقل منهم، العكس أنت أحسن منهم، أنت أحسن من طبيبك اللي بيعالجك. المعقدات الذهنية اللي عندك، ما تحسس نفسك أنك أنت عندك مشكلة وتحاول تخبيها من الناس، لا، أنا عندي سكر وباخذ أنسولين وبجي الأول، إيش المشكلة؟ وأفهم منك في الحصة، وبعرف اتصرف لما تحصل لي مشكله، وبساعد اي واحد في الحي ولا في الشارع اللي عنده مشكله، بعرف ايه اعراض الانخفاض وايه وكيف اقدر اتصرف، وبعرف كيف لو السكر ارتفع، وبعرف اقيس. انت ما بتعرف، قدم برنامج الطفل اللي عنده سكر، خليه يقدم برنامج في الصباح على المدرسه. في واحده من الاطفال اللي تابع معي في العياده اسمها هيا الجهني، قدمت في المدرسه محاضره بتثقف في ناس المدرسه، يعني انا احيي هيا واحيي امها وابوها من هنا، محاضرة في المدرسة عن السكر وبتثقف في الناس عن السكر. هي ما حسب أنها أقل منهم، هي حس أحسن منهم. يبقى معناها لو الطبيب قام بدوره والأسرة قامت بدورها والمدرسة قامت بدورها ومريض السكر قام بدوره، الناتج سكر منتظم. إذا اختل أي واحد من الناس ديل، السكر ما حينتظم. طيب،
التواصل الفعال والتقييم المستمر، دي أهم نقطة. تتواصل مع المدرسة، يعني عشان نحل المشكلة لازم تتواصل مع المدرسة، وتقييم مستمر، قياس السكر، لازم الطفل يقيس السكر، يشيل معه الجهاز الأطفال الكبار، والمركبين حساس أسهل حاجة، نقيس السكر. بتين نقيس السكر في المدرسة، فسحة الفطور قبل ما أخذ الجرعة أقيس السكر، بعد ساعتين من الجرعة أقيس السكر، أقيس السكر لو أنا عندي رياضة قبل ما أدخل الرياضة، لو لقيت سكري أكثر من 240 لا ما أدخل الرياضة، أخذ جرعة إضافية. أقيس السكر لو لقيت سكري منخفض أعالج الانخفاض، ما أدخل التمرين لو أنا عندي مشكلة في السكر. أقيس السكر أثناء التمرين، بعد التمرين، بعد الرياضة. يعني الأنسولين يا جماعة، الأنسولين النوفورابيد والأبيدراديل مفعول قصير. كم المفعول؟ المفعول يتراوح من يبدأ المفعول بعد ربع ساعة، يصل قمته بعد ساعة ونص لساعتين، ينتهي بعد ثلاثة ساعات. يعني الطفل اللي بيمشي بياخد جرعة الساعة 6 صباحا، الساعة 9 ونص طلع الفسحة ما في أنسولين في جسمه. لما ياخد الجرعة حقته، لما ياكل في الفسحة وما ياخد أنسولين حيجي راجع البيت سكره مرتفع. طيب ايش الحل؟ لازم ياخد جرعة في المدرسة. كيف ياخدها؟ طفل كبير بيعرف ياخد الجرعة؟ ايوه، امشي طوالي قابل الإدارة قول لهم الولد ده معاه سكر او البنت معاها سكر في الفسحة هياخد الجرعة، خلي القلم في مكتب الإدارة. طفل صغير ما بيعرف ياخد الجرعة حقته، كيف ما هي الحلول؟ والله المدرسة قريبة للبيت، امشي زمان المدرسة اديه الجرعة. تمام، في حد في المدرسة، في وحدة صحية كلميهم، لازم ياخد جرعة. دي كلها ما متوفرة، ما بيقدر ياخد، المدرسة ما في حد مساعد، ما بياخد جرعته، نغير الأنسولين من الأبيدرا والنوفورابيد، نديه أنسولين ثاني. هو خيار ما جيد، لكن في النهاية نديه ياهو. وإيش نديه؟ نديه أنسولين اللي هو الصافي، لأنه مفعوله 6 إلى 8 ساعات، لكن لازم ياخد أنسولين. ما أخذ أنسولين السكر حيكون مرتفع. التغذية لانش بوكس، قلت له الأكل حقه من البيت، إذا ما بياخد أدي مصروف، ما تدي مصروف أكثر من اللازم، لأنه حيضطر حياخد أي حاجة هناك في المدرسة. فهموا أنه لا، ما محتاج ترغبوك، أنت شاطر وأنت فاهم، وأنت تأخذ الأكل اللي بناسبك، وما تأخذ الأشياء اللي فيها سكر. تمام؟ الرياضة، خليه يشارك معاهم في الرياضة، بس نتأكد أنه قبل السكر، الرياضة السكر لو حصل انخفاض الصباح ما يلعب رياضة، ولو السكر حقه كان أكثر من 240 ما يلعب رياضة، ياخذ جرعة إضافية. سكر وعارفين الرياضة منظمة بياخذ رياضة في الحصة عفوا دكتور الصوت يقطع. بيت ينقصها جرعة حقة الفسحة تنقص الجرعة حقة الفسحة عشان ما يحصل لهم يقيس السكر قبل الرياضة، أثناء الرياضة يقيس السكر، يقيس السكر أثناء الرياضة وبعد الرياضة مباشرة. تمام؟ نسى، ما قاس السكر. طيب كده كيف؟ الو؟ ايوه يا دكتور. الو؟ ايوه اسمعك انا. الو؟ ايوه الصوت كان يقطع. طيب الو؟ تكلم. الو؟ نسمعك يا دكتور. دكتور بشير. دكتور؟ نعم. نحن نسمعك لكن العرض اختفى. طيب العرض الآن نازل العرض. طيب كده العرض واضح؟ واضح أيوة. طيب الرياضة قلنا يا جماعة مهمة جدا، لازم يشاركوا في الرياضة، الأطفال لازم يشاركوا في الرياضة، لازم نقيس السكر قبل الرياضة، إذا كان السكر أكثر من 240 ما نخلي الطفل يشارك ونفهمه أنه ما يشارك. إذا كانت الرياضة معروفة سينا ما قال لنا جرعة، ناخذ وجبة خفيفة بعد الرياضة مباشرة ونقيس السكر. طيب الآثار المترتبة على عدم انتظام السكر أثناء فترة المدرسة، ما هي الآثار المترتبة؟ الغياب المتكرر
وده سبب الانخفاض. حصل انخفاض طلع من المدرسة جاء راجع البيت وودى المستشفى. الحموضة حصلت مضاعفات الحموضة وودى المستشفى غاب 4-5 يوم. فيبقى القيام المتكرر سبب الانخفاض والحموضة اللي هو الارتفاع. تدني المستوى الأكاديمي سوري تدني المستوى الأكاديمي سببه الدراسة بينت أنه انخفاض السكر يأثر على تركيز الأطفال وارتفاع السكر يأثر على تركيز الأطفال. يبقى معناها الارتفاع والانخفاض الاثنين بيأثروا على التركيز. يبقى نحافظ على السكر في المستوى الجيد. يعني الناس اللي بيقولوا لا أحسن والله أنا أخلي طفلي سكر مرتفع في المدرسة عشان ما يحصل له انخفاض، لا، السكر المرتفع هيأثر على مستوى الذكاء بتاع طفلك وهيأثر على مستوى الأكاديمي. حدوث مضاعفات السكر، الدراسة بينت أنه فترة المراهقة إذا كان السكر غير منتظم بتحدث مضاعفات الحادة اللي هي الانخفاض أو الحموضة، وهو سبب من الأسباب لحدوث المضاعفات المزمنة لا قدر الله. وزي ما نحن عارفين الهدف حقنا، طيب، مشاريع في غاية الأهمية وإن شاء الله في المشاركة مع الناس جمعية السكر، تفعيل دور الصحة المدرسية وعمل ورق تدريب المتطوعين بالمدارس عن مرض السكر. أنا متأكد كل مدرسة فيها ناس متطوعين وجاهزين أن يشاركوا ويساعدوا الأطفال عندهم سكر. فلازم يا ناس جمعية السكر أن إحنا مع وزارة الصحة نفعل دور الصحة المدرسية، ضروري جدا ده دورنا نحن في المستشفى. وتدريب المتطوعين بالمدارس عن مرض السكر أنا بفتكر الحاجتين الاثنين ده ضروريات جدا عشان يكون عندنا سكر منتظم في المدرسة. السكر لن يهزمني، هذه هي القاعدة. شكرا جزيلا لحضوركم الفعال، والآن نفتح الباب للنقاش. شكرا دكتور بشير على المحاضرة الرائعة، المحاضرة جدا مفيدة، جزاك الله خير. نبتدي باب الأسئلة. تسمعني دكتور؟ أيوة سامعك، أيوة تفضلي. طيب الطفلة هيا موجودة معانا بتقول لك شكرا يا دكتور، أنا هيا لأنك ذكرت اسمي، أنا فخورة فيك، أتمنى أصير دكتورة. إن شاء الله، كلها ربنا يحفظك. وهيا من البنات المميزات معانا من أبطال السكر، وأنا أشكرها على شجاعتها ودورها الفعال اللي بتقوم به في المدرسة. نبتدي الأسئلة. سؤالي تمام. بالنسبة للقرفة، القرفة والحلبة للأطفال المصابين بالسكري، بنتي عمرها 9 ومرات أنا بديها القرفة والحلبة، هل من كمية معينة أو ممنوعة تأثيرها سلبيا؟ والله شوف، القرفة والحلبة هي بتدخل كلها في الأعشاب، وهي لكن أقل ضررا مقارنة بالأعشاب الأخرى سوري. فالقرفة صح ممكن عند الناس الكبار تنزل السكر، في الأطفال كم الكمية المفروض تأخذها الطفل عشان تنزل السكر؟ أنا والله ما عندي أي دراية بهذا الشيء. الحلبة كم الكمية المفروض يأخذها الطفل عشان تنزل السكر؟ والله ليس لي دراية بهذا الشيء، لأنه ما في دراسات محكمة اتعملت على هذا الشيء في الأطفال، تمام؟ لا توجد، ما أنا في حدود علمي ما في دراسة محكمة لكمية الحلبة المفروض يأخذها الطفل عشان تنزل السكر. فأنا عادة القاعدة عندي واضحة، هؤلاء الأطفال أنا أنصح أهل الأطفال أن يتجنبوا الأشياء العشبية. الأشياء العشبية قد تنزل السكر لكن قد تعمل بعض المضاعفات، هذه المضاعفات قد لا تحصل عند الكبار لكن قد تحصل في الأطفال، فأوصي بعدم استخدامه. كميات قليلة من القرفة، كميات قليلة من الحلبة، it's okay، ما فيها مشكلة. طيب طيب يا دكتور، الدورة ترفع السكري؟ نعم، الدورة الشهرية، ولا ما السؤال كده؟ أيوة السؤال كده. طيب شوف، نعم الإجابة نعم، ودي كتر خير الشخص السأل السؤال ده. ليه؟ لأنه بيكون لاحظوا الأمهات أنه البنت في فترة الدورة يعني فترة الحيض سكرها بيرتفع. ليه؟ لأنه كمية الهرمونات المفرزة في هذه الفترة كمية كبيرة جدا، والمزاج معكر للي عندها سكر واللي ما عندها سكر، فبيغير تغلب في المزاج. المزاج بيكون مختلف جدا، هرمونات المفرزة هي قد تأثر على مفعول السكر. فالإجابة نعم، هذه الفترة
يجب أن ننتبه للسكر، ويجب أن ننتبه، وحتى الأمهات محتاجات تراقب بناتكم في هذه الفترة، لأنه قد تترك الجرعة مزاجها ما دايرة تأكل، ما دايرة تشرب، ما دايرة تأخذ الجرعة، فنعم يحصل خلل في السكر أثناء فترة الدورة. أنا طفلي عمره 2.5 سنين أصيب بالسكر من 2 شهر، المشكلة إنه تغير نشاطه، أصبح جدا كسول ويميل للجلوس، كيف ممكن أن يرجع لوضعه السابق وسكره مرتفع جدا؟ طيب الإجابة على السؤال ده فيها جزئين، الجزء الأول السكر مرتفع جدا، ده لازم هي تراجع الاستشاري حقها وتراجع أو تراجع المثقفة. وجماعة أنا دائما بقول الاستشاري ممكن تكون العيادة بعيدة موعدك، لكن العيادة بتاعت التثقيف في مستشفى الولادة والأطفال مفتوحة من يوم الأحد لحد يوم الأربع من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 3 عصرا. تراجع مثقفة السكر، لازم أول حاجة نضبط السكر. النقطة الثانية الخمول، الخمول اللي عنده ممكن يكون سبب الارتفاع، لكن ممكن تكون سبب حاجة ثانية، ممكن يكون عنده خمول في الغدة الدرقية، لأنه الغدة الدرقية واحدة من الأمراض المصاحبة للسكر، فخمول الغدة الدرقية يخلي الطفل خامل. فأنت محتاجة تعمل اثنين، تضبط السكر وتتأكد من الفحص بتاع الغدة الدرقية أنه طفلك ليس لديه خمول في الغدة الدرقية. دكتور يعطيك العافية، الحل السليم للعصبية اللي تجي لمصابين السكر؟ مش العصبية اللي بتجي للمصابين السكر، الطفل اللي عنده السكر هو ما، أنا زي ما قلت لكم هو ما شخص مختلف، لكن قبل أنا ذكرته جبت الطفل المعصب ذاك، أنه يا جماعة ما هو لو بيعصب وبيدوه حاجة مقابل التعصيب حقه بيعصب كل مرة، عايز يشرب عصير عصب ادوه عصير، دار ياكل حلا عصب وعمل صراخ وازعج وكسر ادوه حلا، طيب هيعمل كده كل مره تمام؟ لا، فهمه فهم طفلك انه لا انت ما محتاج تعمل كده عشان انا اديك، العكس انت لو عملت كده انا ما هديك الحاجه اللي انت عايزها، ما هديك الحاجه اللي انا اللي انت عايزها لانك انت عصبتها، مش لانك انت عصبتها، لكن لو طلبت نفس الحاجه دي باسلوب ثاني غير التعصيب انا حكون مبسوط جدا. لازم يجي اكل من برا، ما جبت له اكل من برا انا ما حاخذ الجرعه، لا 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 ما في كلام زي ده، ما تستجيب لرغبته تقوم تجيب له اكل من برا عشان ياخذ الجرعه لانه حيبقى سلوك تمام. فالعصبيه اذا حصلت مره وقام الاسره استجابت للعصبيه بتلبيه الطلب المحدد حتبقى سلوك للطفل تمام. فلما الطفل يعصب للمره الاولى فهمه ولا تستجيب للطلب الذي أدى إلى العصبية خالص. طيب متى يقيس الطفل في المدرسة السكر؟ قبل الفسحة وقبل الحصة الرياضية وبعد الحصة الرياضية ولا قبل نهاية الدوام المدرسي؟ طيب الطفل في المدرسة لما يطلع الفسحة يقيس السكر حقه، ليه؟ لأنه ممكن يكون لا سمح الله حصل له انخفاض من الجرعة لقد الصباح في البيت، ويا جماعة ضروري أنا عشان آخذ جرعة، أنا عشان آخذ جرعة الصباح مفروض أنا أفطر، وعشان أنا أفطر لازم أكون أنا نمت بدري، لأنه لو الطفل نام الساعة 2 وتعشى الساعة 2 الصباح ما حيفطر، وبالتالي ما حياخذ، حياخذ حاجة خفيفة وما ياخذ أنسولين والسكر حيرتفع في المدرسة. فالنقطة الأولى لازم ينام بدري ولازم يتعشى بدري ولازم ياخذ جرعة الفطور ولازم يقيس السكر في الفسحة عشان يتأكد أنه سكره منتظم، أو السكر اللي قام مرتفع ياكل وجبته حقة الإفطار اللي بياخذها في المدرسة وياخذ جرعة تصحيح عليها. طيب تاني أقيس بتين بعد 2 ساعة عشان لا قدر الله ما يحصل له انخفاض من الجرعة اللي أخذها في المدرسة. طيب تاني أقيس بتين، أقيس ما تقيس وأنت طالع من المدرسة، لا تعال البيت اصلا حيقيسوا لك السكر، لكن لما نكون في رياضه قيس قبل الرياضه عشان تتاكد انك مفروض تتريض ولا لا، وقيس اثناء الرياضه لو فترتها اكثر من 30 دقيقه، وقيس بعد الرياضه عشان ما يحصل لك انخفاض. ابو عبد الرحمن بيقول لك اتمنى من دكتور بشير تقديم النصيحه في كيفيه التواصل مع المرشد الصحي بالمدرسه، الأهم عمل قياس السكر ما قبل الفسحة وهذا يكون أنجز للطبيب 80% من وضع الخطة العلاجية والأهل يطمنوا على سكر الطفل. تمام، أشكرك يا أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن من الناس المميزين وما شاء الله عليه، وعبد الرحمن من
الأطفال المميزين في السكر. والتواصل الفعال زي ما أنا ذكرت قبل مع المدرسة هو أساس لانتظام السكر في فترة المدرسة. وأن إحنا زي ما قلنا عندنا ورقة مكتوب فيها تعليمات للمدرسة، وأنا حراجع الورقة تاني للمرة الثانية، وإذا كانت الفقرة بتاعة قياس السكر قبل الرياضة وبعدها وكيف التصرف في فترة الرياضة غير موجودة حنضيفها. وبالنسبة للأهل، أي حد عنده طفل في المدرسة يتأكد من أنه والله التعليمات الموجودة دي واضحة، يطلع عليها يقراها، أي نقص فيها يكلم الدكتور عشان يضيف عليها. تمام؟ إن شاء الله رب العالمين. إيش أفضل وقت لطويل المفعول بحيث ما يسبب انخفاض؟ كيف أعرف الجرعة المناسبة؟ شوف، الجرعة طويل المفعول هو عادة عبارة يعني نسبة من الجرعة الكلية. نسبة كم؟ النسبة ما ثابتة، تتراوح من 40 إلى 60%. يعني مثلا واحد جرعة الكلية 30 يأخذ 15 منظم. طيب كيف أعرف ال 15 دي مناسبة؟ والله إذا كان السكر عند النوم طبيعي، يعني السكر عند النوم طبيعي معناها بين 90 إلى 180، والطفل أثناء النوم حصل له انخفاض، أو لما والحاجه دي تكررت لاكثر من يوم، يبقى معنا المنظم ال 15 ده كثير اقلله. يعني انا كيف اعرف المنظم مناسب ولا غير مناسب؟ اذا كان السكر عند النوم طبيعي وحصل انخفاض للسكر اثناء النوم، او العكس، اذا كان السكر عند النوم طبيعي وحصل ارتفاع للسكر اثناء النوم او الصباح، معناها المنظم قليل ازوده. الوقت يعني الطفل اللي بينام المساء ويصحى الصباح اديه الانسولين المساء ساعه 10 مساء، بيصحى الساعه 4 عصر، ده انا افضل اديه السكر الجرعه حق. لكن في حالات محدده قد نضطر نعطيها عند الاستيقاظ من النوم. سوري. الو. ايوه، بنتي عمرها 12. اخر سؤال عندنا يا دكتور بشير عشان الزمن خلص. بنتي عمرها 12 سنة بتجوع كثير، هل هذا طبيعي ولا في مشكلة؟ طيب، بتجوع كثير، لما أنا أسمع كلمة بتجوع كثير دي واحد من اثنين، بتجوع الجوع الزايد ممكن لأنه الأنسولين اللي هي بتاخده ممكن تكون الجرعة كبيرة لكن هي ما مستفيدة من الأنسولين. الصوت واضح؟ أيوة واضح الصوت. طيب لما تقول لي بتجوع كثير، الطوال أنا بتبادر لذهني حاجة واحدة أو حاجتين. الحاجة الأولى أنه ممكن البيت دي كمية الأنسولين اللي بتاخدها ما كافية، حراجع الجرعة. طيب ما كافية، هل القراءات حقت السكر طبيعية ولا ما طبيعية؟ لا، قراءات السكر والله مرتفعة، يبقى معناها الكمية حقت الأنسولين اللي بتاخدها ما كافية. ممكن ما كافية لأنه الجرعة قليلة، أو ما كافية الجرعة كافية لكن الأماكن اللي فيها الأنسولين متضخمة وبالتالي الأنسولين ما بيحصل له امتصاص. فلما تكون كميه الأنسولين الداخل للجسم قليله، الاحساس بالجوع حيكون يعني فيبقى معناها السبب في الحاله دي عايز لان الجرعه يعني الجرعه ما كافيه، او الجرعه كافيه لكن ما بتتم امتصاص الجرعه بالكامل. واضح الصوت؟ ايوه واضح. الو. طيب ايوه. ثاني للجوع، الجوع الزايد نقطه اخيره. مرات المسألة ما جوع زايد، مرات يعني بنسميها عندنا بالدارجة السودانية شنط طبع، يعني بتحس انه الطفل لا ادي ياكل ياكل ياكل، لا لا، يعني الطفل ده بيتغوم غومه. عشان كده نقول الموضوع لازم يبدا من بدري، يعني خلي الطفل يكون عنده نظام في الحياة. ما الطفل اللي ما عنده سكري لو ياكل طول اليوم حيجيه سمنة، والطفل اللي عنده سكري لو ياكل طول اليوم حيجيه سمنة وسكره ما حيرتفع وما حينتظم. فلازم يكون في نمط بين الوجبات، ما اديه اشياء فيها نشويات، اديه ايه، اديه سلطه، اديه فواكه، اديه لبن، اديه زبادي كده. طيب وبكده خلصنا الزمن دكتور بشير، جزاك الله خير. وبنطلب منك اخر شيء رساله لكل اطفال السكري، ابطال السكري، ولامهاتهم وللاباء، وجزاك الله خير. الرسالة المختصرة، هؤلاء الأطفال
أبطال السكر. والله يا جماعة أنا في السودان، في السعودية، أي مكان مشيت أسأل أطفال، هم أطفال السكر، وشاب السكر هو ثروة، هو نعمة وليس نقمة. أحرص عليها، كيف نحرص عليها؟ نحرص عليها، نشجع، نحفز، ننظم سكره، نستغب نفسه، ننظم له سكر عشان السكر ما يأثر على المستوى الذكاء حقه، ونحاول هو حيكون فيجر، حيكون رقم في هذا المجتمع، حيغير الخارطة بتاعت هذا المجتمع، حيغير العنف. دي ثروة قيمة يجب أن نحافظ. لازم أن نفهم أن أطفالنا فترة المراهقة محتاجين تواصل وطريقة مختلفة عن الطريقة ما قبل البلوغ. وشاكر ومقدر لكل الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور، شكرا. شكرا لجميع الحضور، مع تحيات جمعية السكر السعودية الخيرية فرع المدينة المنورة.